إذا للحديث عن الصراع بين شركاء العملية السياسية في العراق على المناصب والفساد الجاري وإمكانية انهيار حكومة السوداني وتصاعد الخلافات في البرلمان، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية علي الصاحب. أستاذ علي، مرحبا بكم. يعني كما استمعتم إلى هذا التقرير، خلاف واضح في البرلمان على رئاسة اللجان مع استئناف جلسات البرلمان ضمن فصله التشريعي الثاني، بما تفسر ذلك أستاذ علي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك وعلى جمهورك وعلى العراقيين جميعا. يعني من الطبيعي أن يختلف البرلمان العراقي فيما بينه على قرارات يفترض أن تصب في مصلحة المواطن العراقي. حتى هذه اللجان كان من المفترض أن تتسابق في تقديم الخدمة الفعلية للمواطن. مثلا هناك من يرجح أن نقدم الصحة على التربية، وهناك من يقول الخدمات على الكل. لكن أن يختلف البرلمان في تسمية رئاسات هذه اللجان فالخلاف واضح، والسبب واضح، أنهم الكل يسعون إلى مغانمهم، الكل يسعون إلى فائدتهم. ولاحظ عزيزي، يعني دائما الخلاف يكون على اللجان المهمة، اللجان التي يتحكم فيها المال أكثر، لجان مالية، لجان الأمن والدفاع اللي هي تتصدر المشهد بالاستيرادات بالكوميشينات. ولذلك هذا دلالة واضحة على أن هذا البرلمان هو برلمان مشلول، برلمان عاجز عن حتى التقارب فيما بينه. فكيف سيوصل صوت العراقي، وكيف سيكون الناطق باسم المواطن العراقي؟ أنا أقسم بأن المواطن العراقي أصبح في وادي وهم في وادي آخر، لأن اليوم الجلسات تتوالى وهم غير متفقين على حتى تسمية هذه اللجان ورئاساتها. فما بالك بالقرارات المصيرية التي ينتظرها المواطن العراقي بعد العطلة التشريعية، والذي هذا البرلمان نقدر أن نسميه إن حضر لا يعد وإن غاب لا يعد. أستاذ علي، وصول الخلافات داخل التحالفات الكبرى لا سيما تحالف الإطار التنسيقي، هل يمكن أن نطلق على هذا التحالف بأنه هش؟ هل أنه يمكن أن نطلق أيضا بأن هذا التحالف كان تحالفا مصلحيا لا أكثر؟ بكل تأكيد. شوف حضرتك، كان الخلاف يعني قبل هذه السنين الأخيرة كان الخلاف بين الكتل، بين الكتلة الفلانية، بين التيار الفلاني. أما الآن أصبح الخلاف حتى داخل المكون الواحد، بل حتى داخل الحزب الواحد. اليوم تجاوزنا مرحلة الخلاف إلى مرحلة الانقسامات، وشهدنا ربما معارك وربما تصريحات وتأويلات، يعني حتى يندب لها الجبين بين هذه الكتل، واتهامات متبادلة. إذن كيف سنصل إلى بر الأمان وهم فيما بينهم غير متفقين؟ كيف نضع رقابنا بأيادي هؤلاء الذين لا يستطيعون حتى إدارة ملف أعمالهم السياسية؟ لذلك اليوم المنظومة السياسية كل ما يصفها الفرد، يعني أي تعبير مجازي عبر العراقي عن هذه المنظومة السياسية هي قليلة بحقها. رعناء، خبيثة، لا تجيد فن السياسة، حمقاء، زعاطيط، كل المفردات أصبحت لا تفي بحقهم، باعتبارنا اليوم نشهد عملية هشة وعملية آيلة للسقوط، عملية سياسية عديمة الجدوى فارغة المحتوى. اليوم المواطن العراقي مصدوم، يعني يلتفت يمينا، لا كتل نيابية وافية، لا برلمان عراقي يستطيع أن ينقذه. وتلاحظ اليوم الأزمات تتوالى رغم كل الإيجابيات المفروض أن تكون موجودة في دولة تمتلك من الثروات، تمتلك من الإيرادات المالية الكثيرة، تمتلك من الخزين المالي الكبير. ولكن مع كل هذا، كل مؤشرات تدل على أن نسبة الفقر في ارتفاع، البطالة في ارتفاع، المرضى في ارتفاع. كل هذا تتحمله الكتل السياسية لأنها عاجزة عن إدارة حتى نفسها. نعم. أستاذ علي، هذه الخلافات على المناصب هل تصب في مصلحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة أستاذ علي؟ بكل تأكيد. الفساد الذي بدأ أو أصبح السمة الأبرز للمحرك السياسي، لا توجد كتلة سياسية ولا حزب سياسي لا توجد عليه ملفات يندب لها الجبين. ولاحظ حضرتك اليوم حتى نور زهير الذي صدعوا رؤوسنا به بأنه هو من اختلس، هو من سرق ما تسمى بسرقة القرن، اليوم حتى أطلق سراحة، وأيضا اليوم رفعت اليد عن ممتلكات اللي كانت المفترض أن تكون محجوزة. هذا دلالة واضحة
على أن هذه الشخصيات المتهمة بالفساد وراءها حيتان فساد سياسية كبيرة، ولذلك اليوم ما شاء الله اليوم الفساد متوازي ومتساوي بين هذه المنظومة السياسية. لذلك اليوم ما نشوف حتى ردة فعل، يعني ماكو حزب يتهجم على الكتلة الفلانية لأنها فيها ملفات فساد، أو الشخصية البرلمانية الفلانية تنتقد الواقع السياسي لأن شخوصه متهمون بل متلبسون بالفساد لأنهم كلهم فاسدون. نعم أستاذ علي، ولكن الحكومة تتحدث، حكومة محمد الشيع السوداني تتحدث عن موازنة وصفتها بالمختلفة عن العوام السابقة، هل يمكن التعويل بالفعل على حكومة محمد الشيع السوداني بالنهوض بالبلاد من الأزمات الاقتصادية؟ سيد العزيز، هناك مقولة لطيفة تقول: نعم، بين الأمنيات والمعطيات تسكن العبرات. هذه الموازنة مهما تكون ورغم كل التصريحات هي لا تختلف عن سابقاتها، هي لن تكون أكثر من هي تشغيلية 70% واستثمارية 30%. إحنا اليوم عندنا نفقات بحدود 270 تريليون دينار عراقي، وارداتنا وإيراداتنا 150 تريليون فقط، أي ما معناه هناك عجز بحدود 120 تريليون. طيب كبلد مثل العراق وهو يصدر كميات كبيرة من النفط، وهو بلد يمكن البلد الوحيد في العالم الذي يفرض الجباية والضرائب حتى على أبناء شعبه، مع كل هذه الواردات ومع كل هذا البيع وسعر البرميل النفط في ارتفاع، لكن اليوم الموازنة تشهد عجز مالي بحدود 30%. نعم. لذلك هذه الموازنة مهما تكون هي لن تكون تنموية مثل ما وعد بها الجميع. احنا بحاجة إلى موازنة تنموية، بحاجة إلى قانون البنى التحتية حتى نعيد هيكلية الدولة، ولكن للأسف المعطيات تشير على أن الموازنة رغم تأخرها ولكنها سوف لن تفي بالغرض. أستاذ علي، بدقيقة لو تفضلتم بذلك، هذه الخلافات هل تعيد الصراع السياسي في العراق إلى نقطة البداية، وبالتالي ربما يكون هناك انهيار كما تنبأ عمار الحكيم؟ يعني أنا أولا خلي أسجل تحفظي على إعادة أو عودة الصراع. هو الصراع أصلا موجود، نعم، لكن كان الصراع متخفي، أو كانت هناك خدع تطلقها تلك الكتلة أو توحي للمواطن العراقي، أو ربما انخدع العراقي لفترة ما بأن الواقع السياسي يشهد استقرار، بأن هذه الكتل متفقة فيما بينها. لكن أنا أؤكد لك الصراع بدأ بعد التغيير بسنوات قليلة، لأن كما قلت وأقول بأن هذه الشخصيات هي غير قيادية، هي غير سياسية أصلا، هي لا تعي اللعبة السياسية بالكامل. فالخلاف والصراع هو أزلي ولن يتغير، ولكنه هذه المرة ربما سيكون أشد، وربما ستكون انهيار العملية السياسية بكل تأكيد قريبة على المشهد السياسي، لأن واقع الأمور تجري نحو الهاوية كما يقولون، لأنه كما يقال في العراق بلغ السيل الزبا. لن تجد حكومة تطيل هكذا، ربما المظاهرات ستداهم العملية السياسية سواء كانت تشرينية صدرية عامة الناس، لأن الناس قد سئموا من الانتظار. عبر سكايب من بغداد رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية علي الصاحب، شكرا جزيلا لكم.